السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام. وبركاته. الصوت واضح واضح ازيك يا دكتور؟ والشاشة طالعة تمام. تمام 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 طيب توكلنا على الله. بصوا، نفس النظام المرة اللي فاتت، هيبقى فيه one person تمام معايا في الحالة، اوكي، هيتسأل وهيجاوب. لو هو يعني ما كملش او عايز حد تاني يدخل معاه، اوكي، بس ما تدخلوش كلكم تتكلموا في نفس الوقت، عشان ايه يعني كلكم تسمعوا وتستفيدوا تمام. واللي جنبه طفل بليز يعمل نفسه ميوت تمام يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. كيس نمبر 1، مين معايا؟ نشوف الصورة. طيب طيب يعني الاول نتفق نتفق مين اللي معايا، ما انتوش هتختار أنا دكتور محمد. طيب ماشي. أنا مع طيب حضرتك. هي حاله سهله، عشان بقى اللي كانت قاعد يقول نشوف الصوره الاول، خدتوا انتوا بقى ايه، خلعتوا. هتيجي في الحاله الصعبه. طيب دكتور محمد، في 32 years old female، الليجن دي عندها اتشي اون بوث اكزيلي تمام. تمام تمام. حضرتك. واتس يور دايجنوزس؟ فوكس فور دايز ديز. برافو عليك. طيب هاو تو مانج المانجمنت اوف ذيس كيس؟ في اكتر من تمام. موداليتي ممكن ادي لو دوز اوف ايزوتريبتيروين، ممكن اعمل ليزر هير ريدكشن، تمام. يجيب بعض النتائج. من الحاجات الجديده ممكن بوتوكس انجكشن، تمام برافو. ممكن وفي الحاجات التوب ممكن نستخدم حاجات توبيكال زي توبيكال كورتيكوستيرويدز. برافو عليك. شفتوا بقى، هي حالة سهلة اهي. مين اللي النكست كيس؟ يوكيب لأمل التسلسل. رامونا جاب على لا. مين اللي معايا في الحالة الجاية يا جماعة؟ ماشي أنا معاك. ماشي أنا معاك. أوكي طيب بسم الله. دي 64 years old female، الليجن دي عندها، هنشوفها بس بقيه الصور. ريم حضرتك في 2 years صوت. duration. تمام كده انت بتتكلمي هم اللي هذا الزوم يا جماعه. اللي جنبه، ريم حاضره اللي جنبه طفل او بيتكلم كلام مش بره المحاضره، يعمل نفسه ميوت بليز. دكتوره منى، رحتي فين؟ كنت انا اسراء. طيب ماشي. 64 years old female، الليجن of 2 years duration asymptomatic، ده one cheek وده الاذر تمام. ده الدرموسكوبيك بيكتشر بتاعها. What's your diagnosis؟ ممكن اكتنك لايكن. اكتنك لايكن. لا معلش، بصي تاني كويس يا دكتوره اسراء لو سمحتي. لينتايجو مالجنا. لينتايجو مالجنا. طيب ليه، ايه اللي خلاكي قلتي انها لينتايجو مالجنا؟ اولا هي ظهرت في اولد ايج فيميل، اوكي، وبعدين هي الكالر بتاعها ايه، يونيفورم ان كالر. فير هي نفسها المريضه فير هي سكيم. فير سكيم بالظبط، وجايه في الفوتو اكسبوزد اريا. والدرموسكوبيك بيكتشر بقى، قولي لنا ايه اللي انت شايفاه. امشيتا نتورك ولا سودو نتورك؟ بيجمنتد بيج. ايوه سودو كده. سودو بيجمنتد نتورك بالظبط كده تمام. والاوبننج دي بتاعت يا جماعه ميوت. اتفضلي يا دكتوره اسراء. يا با الفوليكولار فيها الفوليكولار اوبننج دي فيها دي الفوليكولار اوبننجز. برافو عليك. طيب تمام اوكي. طيب هاو تو مانج بقى، المفروض ان انا اعمل لها الاول، هتاكد الاول بال الديرموسكوب. ما خلاص من الديرموسكوب قدامك اهو. يو وانت تو اكسكلود ايه؟ المالجنا. انت عايجو مالجنا. برافو تمام. ها وات ايلس؟ خلاص هعمل هاخد بايوبسي. ممكن اخد انا مش شايفاها محتاجه بايوبسي. يعني انت مش يعني الديرموسكوبيك بيكتشر بتاعتها بيناين خالص اهي، نو نيد فور بايوبسي. ماشي، يعني انا مش شايفه ان احنا هنا محتاجين بايوبسي.
طيب if you wanna take a biopsy, طيب next step بعد ما تاخدي البايبسي وخلاص اتأكدت انها benign خلاص هعملها فوتو بروتكشن ده عشان عليكي. يعني ما عادش بس يجي بعد تمام كده. كده بس اوكي واشورنس خلاص يعني. طيب اوكي next case بقى حد تاني بس ما يكونش جنبه طفل بليز. مين؟ انا ممكن ابقى مع يا حضرتك دكتور محمد مش كده ولا محمود؟ لا انا محمود. ماشي يا دكتور محمود. 17 years old girl الليجن دي عندها of 2 months duration وريكارنت. هي صورة واحدة. تمام. What's your clinical differential diagnosis؟ هو انا ممكن اقول فيها الجرانيولوماتوسكلايتس او انجو اديما بس خلي بالك في 2 مانس هي ريكارنت بس المره دي بقى لها هو 2 مانس بس this time at the time she visited me كان بقى لها 2 مانس. تمام ممكن فورم بودي يعني حقنا مثلا فيلر او كولاج او حاجه من الحاجات اللي هم بيحقنوها يعني جايبينها من السوق كده من الماركت وحقناها ماشي او تمام. لو معاها فاشيال بولسي ومعاها تانج فشار ممكن ملكنسون وزلسال. طيب ايه الديفرنشال دايجنوز اللي عندنا؟ طبعا اكوارد انجي اديما ودي عشان نقول انجي اديما زي ما قلنا لازم هتكون ايه الشورت ديوريشن حاجه بقى لها شهرين هنستبعدها. الاكيوت كومبليكيشن اوف ساركويدوزز ممكن تكون ساركويدوزز سمبلي تمام. كرونز ديزيز برضو تمام. اتوبيك رياكشن من حاجه من الايه الاي سي اي انهبيتورز ممكن تعمل نفس المنظر بس هتبقى انجي اديما. اوكي دي هتبقى هتلاقيها ايه السكن او الميوكاس ميمبرين هنا فيرم الليجن فيرم مش يعني ادامه السكده بتاعه الفلويد بتاع ان هي فيها انجي اديما او كده. والكيلايتس جلانديولاريس اللي احنا لسه بنتكلم عليها وقلنا الكرونز الفورين باي رياكشن زي ما انت قلت هيريديتري انجي اديما ليشمانيا اوروفيشال جرانيولوماتوزز والبولي انجايتس والساركيدوزز والتيبركلوزز والفاجنر برضو يتحط الفاجنرز جرانيوماتوزز تمام بالاضافه لميركسون روزنثال لو زي ما انت قلت كده معاها فيشيال بولسي ومعاها ايه كمان التانج بيبقى فيها ايه فيشيال او سكروتال تانج برافو. طيب يبقى دي جرانيوماتوسكلايتس سمبلي. طيب المانجمنت بتهيألي ان احنا بنديها سترويد انتراليجنال او سيستميك. تمام صح كده يا توبيكال يا سيستميك يا انتراليجن الستيرويد ممكن برضو كلوفازيمين كانتي انفلاماتوري طبعا من ضمن الدراجز بتاعت الليبروسي ممكن سلازوبايلين او سلفاسالازين برضو كانتي انفلاماتوري واخيرا لو كل ده فشل سيرجيكال ريدكشن. نيكست كيس مين معايا برضو حد مش جنبه طفل بليز. مع حضرتك يا دكتور غيب اتفضلي يا ياسمين. ده 8 years old girl الليجن اللي عندها دي سنس ايرلي تشايلد هود واسيمتوماتيك. نشوف بقيه الصور. تمام واتس يور يعني قلت ان ديت ممكن تكون بيت جوجر سندروم. ليه بقى فكرت في البوست جوجر؟ تمام علشان الديسكلاريشنز اللي موجوده ديت وانها سنس بيرس من زمان بس ومالتيبل وني افكتنج اللور ليب. على فكره اللور ليب كاركترستيك قوي للبوست جوجر. تمام اوكي طيب ده اول سؤال ان هي دايجنوز الديفرنشال. هتفكري في ايه تاني؟ هنفكر في اللي هو اللامب سندروم. بيبقى معاه الانتيجينوسيس برضو ومعاه اتريال ميكزوما ومعاه حاجه كمان بس مش فاكره والله مش فاكره بقيه الكرايتيريا. لو عايز حد يساعدك حد يقول لها اللام فيها ايه؟ ال L for antigens وال A for اتريال ميكزوما لام وال M ها يا جماعة حد يساعدها حد يقول حاجة يعني مفروض ان انتوا داخلين على امتحان يعني دي مراجعة. مكزومة تقريبا برضه يا دكتور بس مش فاكرة ما فاكرة ان فيها اتنين مكزومة بس اتريال وفي التانية ايه؟ كوتينيوس ميموري
ميموري مكتومة. ميموري كونتينوس نكتب تاريخ. طب حد يعمل الكرانكيت كندا اللي بيبقى معاها اورال ليجنز اكتر، الكرانكيت كندا واللونجيه هانسكر. الكرانكيت كندا هيبقى معاها كمان ومين؟ لا حد قال حاجه اسمها. ومعاها معاها اتلجن افلوفيوم اللي هي الكرانكيت الكندا. الكندا بيبقى معاها باتوزز في الجي اي تي بس بي 9، وبيبقى معاها كافيه اولي باتشز زي بتاعه النيوروفايبروماتوزس، وبيبقى معاها برضو اكرال بيجمنتيشن. بيبقى معاها اكرال بيجمنتيشن على فكره، برضو البوست جيجار بيبقى معاها برضو اكرال بيجمنتيشن، بس عاده الاكرال بيجمنتيشن بتختفي مع السن، الاورال لا، يعني الميكوزال بيجمنتيشن بتفضل، ومش شرط بس تبقى في الاورال، دي ممكن تيجي كمان فاجينا او يعني تيجي على الجينيتالز. طيب النكست، وات شود يو انفستيجيت فور واي؟ نعمل اكسكلوجن ان يكون في جي اي تي بوليبس او همرتومه، عشان دي بتبقى اسوشيشنز مع السندروم ده. وايه المشكله اللي فيها يعني؟ طب ايه يعني ما يبقى في عندها همرتومز او بابيلوماتوزز ان ذا جي اي تي؟ يعني عشان تقلبش ادنو كارسينوما او 50% of cases، يعني 50% من الحالات دي بتقلب بادنو كارسينوما. مين لي فين؟ ديودينال اند كول. اوكي، المفروض انها تتعمل ابر اند لور اندوسكوبي، يتعمل لها ابر اند لور اندوسكوبي وتتابع مع حد الجي اي تي كل فتره. تمام، يبقى ده اهم حاجه انت تعمليها كدكتوره جلديه، ان انت توجهي العيانه ان هي تعمل ابر اند لور اندوسكوبي، وانها تعمل فولو اب للليجنز اللي عندها في الجي اي تي افري مثلا 2 ييرز افري 3 ييرز، على حسب ما الدكتور بتاع الجي اي تي او اللي تابعها يتابعها بقى. اوكي، وانت تفهمين اسمها السندروم كذا عشان يبقى واخد باله. تمام، طيب النكست كيس. تمام اوكي معايا. مع حضرتك يا دكتور. طيب. ده 53 years old male، دي حالة سهلة لطيفة اهي. Lesion on the face of 2 months duration و itchy. وده ال other side بتاعه. What do you think؟ ممكن ديمودكس انفستيشن. ديرموسكوبي. نبص عليها بالديرموسكوبي. ده ايه؟ وايتس تيل والتلاكتيزيا اللي في الباك باك جراوند. تمام، طيب يبقى الدايجنوزس دي موديكوزس. طيب المانجمنت ايفر ميكتين اورال او توبيكال. لو هتدي الايفر توبيكال هتدي في صوره ايه، لوشن ولا كريم؟ لوشن. نعمل اريتيشن، خليها في الكريم افضل. خليكي في الكريم افضل. تمام ماشي الحال. تمام يا دكتور. والمستيك تمام يا حد يقع فيها وتعمل مشكله ايه؟ ان هو يفكرها مثلا اتوبي او اكزا يديها كورتيكوستيرويد، هيزيد المشكله هتزيد. هو ده اللي حصل مع الميل ده، الميل بيشنت ده كان بيعمل يحط ستيرويدز بقاله فتره طويله. تمام. طيب النكست كيس مين معايا؟ حد تاني بقى. دكتور محمد تاني. طبعا ممكن ادخل مع حضرتك تاني يا دكتور. تنور. دي 19 years old girl. نور حضرتك يا دكتور. الليجنز دي of 4 years واتشي زي ما انت شايف كده، بس استنى ما تشوف بقيه الصور. الكلوز اب فيو بتاع اللور لمبس، الابر لمبس كمان، يعني هي اتس افكتنج ذا ابر اند لور لمبس. اوكي، و 4 years duration و severely itchy. هو حضرتك انا شايف فيه مالتيبل ديسكريت ليجنز براون ديسكلريشن وهايبر بيجمنتد. هي في حاجات فيها بابيولز وفي حاجات اكتر، والاغلب فيها انها نوديولز اكزكورييتد كده وارسيمتس شويه.
والديستريبيوشن بتاعها يعني احنا ممكن والسيفير اتش اللي معاها، فممكن نفكر في بروريجونيديولاريس. ممكن برضو هي شبه شويه اللي هو الكيرلس ديزيز، بس الكيرلس بتبقى البابيوز بتاعتها صغيره شويه محمد، يعني ما بتبقاش ذات سايز. تمام بالظبط، يونيفورم شويه عن كده، بتبقى يونيفورم شويه عن كده. في حاجه هنا هي ممكن تبقى دايجنوستيك وممكن تبقى مسليدنج، شايف المنظر ده اللي هو الاركي فورم؟ اللي هو الاركي فورم ده يخليك تفكر في ايه؟ الكورونيك بولس ديزيز اوف تشايلد هود، ده حاجه من البيثولوجيكس برضو. الاستوزيس، الاستوزيس بيرفورانس سيربيجينوزا، بس السايد بتاعها السايد بتاعها بقى على النيك اكتر من هنا، ما يبقاش على النور. بس هي ما بقولك مس ليدنج اهو، اوكي. فدي الاركي فورم ده، بس انا بقول لكم عشان تتخيلوا ان ما دام احنا بنفكر في حاجه من البيرفوريتنج ديس اوردرز، ما دام انت قلت الكيرلي ومفروض نفكر برضو في البيرفوريتنج فوليكولايتس مثلا، اوكي. ونفكر في ايه تاني؟ بيرفوريتنج كولاجينوزس بقى، اوكي. على المين ايه بيرفوريتنج ديس اوردرز، بس في الواقع هي جايه على الاكستنسورز اكتر من الفليكسورز، هي حاجه قليله قوي على الفليكسورز، مين اللي على الاكستنسورز، على الاكسسبل ارياز. تمام، وهي يعني مور اور ليس هي عباره عن بابيولز وحصل لها اكسكوريشن من الاتشنج او من الايه البروريتس السيفير اللي عندها. تمام، وشي از يونج على انها تبقى عندها سيستميك ديس اوردر يعني، اوكي. طيب الانفستيجيشنز اللي انت يو شود اسك فور تو اكسكلود الحاجات اللي احنا قلناها، الحاجات النون انفيزيف هنحتاج ممكن نعمل اللي هو يعني بلاد تيستنج بقى، اشوف لو البيشنت ده معاها رينال افكشن، بلاد يوريا، سيرام كرياتينين، لو هي دايابيتك مثلا بنشوف برضو لو معاها دايابيتك، لو معاها ليفر افكشن برضو او كوليستيزس او هايبر بيليروبينيميا. دي الحاجات اللي احنا بنعملها في الاول. انفيزف هناخد بقى، وبعد كده مفيش، ما وصلناش لحاجه قوي. سكين بايوبسي. طب المانجمنت خلاص احنا وصلنا انها برايجونوديولاريس، لقينا الانفستيجيشنز كلها نورمال وما عندهاش اي مشكله، وعملنا البايبسي طلعت كرونيك يعني كرونيك اكزيما. تمام حضرتك، كان نبدا نفكر في الحاجات اللي هي السوبر بوتنت توبيكال كورتيكوستيرويدز زي الدرموفيت اوينت مثلا، ان هو موضوع كرونيك شويه. ممكن نستخدم بقى بعد كده حاجات سيستميك زي سيستميك ستيرويد، كحاجات السيمتوماتيك زي سيستميك انتي هيستامينيك. ما فيش نتيجه معانا، بنبدا نفكر ان احنا نستخدم نحقن ستيرويد انتراليجنال، وممكن بنفكر في الفوتوثيرابي بالذات اللي هي البوح. برافو عليك. طبعا مع التشينج اوف هابتس بقى، يعني هي ايه، شوف المشكله اللي عندها ايه، لو هي مثلا بتلبس حاجه مثلا سينثيتك وول، اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تعمل اريتيشن مع عيان عنده اصلا اكزيما، اوكي. الحاجات بقى اللي هي اولا لو مربيه ضوافرها تقصها، الكلام الكتير اللي احنا دايما بنقوله للعيان اللي هو ايه عنده اكزيما. طيب نيكست كيس، حد تاني بقى؟ ممكن ادخل يا دكتور تاني لو في حد، لو ما فيش حد تاني عايز يدخل القديم ممكن يكمل. اتفضل يا دكتور محمود. هي دي بقى حاله لطيفه، 1 1/2 years old baby lesions of 1 month duration. استنى لما تشوف الصور كامله. تمام، طيب what do you think؟ انا شايف ان هي انيولار بولس ليجن، يعني موجوده في طفل، فممكن افكر في الاي جي اي بيفرجاس. ممكن افكر في زي المتحدث بتاع العسكري بتاع اسرائيل. يعني انت قلت انيولار ليجن، انيولار بولس وفي تشايلد، تمام. ازاي هتبقى بيمفيجاس؟ انيولار، ها؟ ودي ايه اللي بنسميها ايه؟ لينير اي جي اي بولس ترماتوزيس، كرونيك بولس ديزيز اوف تشايلد، كرونيك بولس ديزيز اوف تشايلد هود. المنظر ده ايه؟ الفيزيكلز او السمول او التنس بولي، كراون اوف جولز. ايوه، كراون اوف جولز. ايه دي؟ سي بي دي سي على طول، سي بي دي سي. موجوده فين؟
على الابر تمام. ايه على فكره برضو على النافكن اريا يعني تمام، هي دي برضو من البريفربل سايتس بتاعه الايه السي بي دي سي. طيب اني anyway. طيب يبقى الكلينيكال ديفرنشال هي ما فيش حاجه غير السي بي دي سي. اوكي طيب ايه الانفستيجيشنز هتعملها تو اب يعني تو كونفيرم يور دايجنوزس؟ هنعمل بايوبسي هنعمل بايوبسي ونعمل البايوبسي هتاخده الاميونوفلوريسنس. منين والاميونوفلوريسنس هتاخده منين؟ البايوبسي بناخده من البايوبسي بناخده من الليجنال، والاميون فلورسنس بناخده بيري ليجنال علشان ال علشان ال علشان اللي هو ال ال اسمها ايه الاميون ديبوزيتس يعني تبقى موجوده في ال ديبليشن للاميون فلور للايه للكومبلمنت والايه والانتيجين انتي بادي رياكشن اللي حاصل. اوكي بس في البايوبسي لما هتاخد لازم تاخد من وان فيزيكال او بوله، تاخد من تنس بولة كاملة وتكون ريسنت تمام، ما تستناش واحدة اولد وتاخد منها عشان تشوف الانفلاماتوري سيلز. المفروض انك هتشوف ايه قبل ما تجيب الصورة؟ المفروض ان احنا نشوف لينير اي بي اي وكومبلمنت 3 في الباثولوجي. حضرتك حضرتك في البايبسي في البايبسي هنشوف سب ايديرمال بلستر. ايه الانفلاماتوري سيل الموجودة؟ اي جي اي قصدي اسف نيتروفيل نيتروفيل تمام. نيتروفيلز لما بتتكسر اولا هي طبعا بتبقى تراي لوب زي ما احنا شايفين كده تمام، ولما بتتكسر بتدينا الايه النيوكليير داست اللي احنا شايفينه ده. اوكي هتلاقي في حاجات تراي لوب زي دي كده اوكي وزي دي كده، وهتلاقي حاجات بقى وزي دي، وهتلاقي حاجات عامله داست كده زي البيبر كده تمام. اهي لما قربنا التراي لوب ايه باينه اهي، واحد اتنين تلاته اهم، واحد اتنين تلاته شايفينهم واضحين يا شباب تراي لوبد نيوكليس بتاعه الايه النيتروفيل. اوكي وده الايمينو فلوريسنس اللي هو الاي جي اي. طيب هاو تو مانج؟ افضل حاجه فيه هيكون الدابسون والسيستميك ستيرويد. سيستميك ستيرويد. طيب الدابسون الدوز بتاعته كام؟ الدوز بتاعته اعتقد بالكي جي نص نص الواحد ونص، وممكن تدي كولشيسين وتبقى الدوز بتاعته 0.07، ولو هندي ستيرويد هتبتدي ب 1 مللي. اوكي ممكن تعمل كومبينيشن وتقلل الدوز بتاعت الستيرويد. الدوكسي سايكلين مسموح هنا ولا لا؟ انا كاتباه عشان امتحنك بقى، مسموح؟ لا طبعا ما ينفعش لانه لا لسه طفل. لا طبعا ما ينفعش لانه لسه طفل، فممكن نعمل كده سلفا بايريدين. لو انا ما اقدرش ادي دابسون، وليه ما اقدرش ادي دابسون؟ لو ما قدرتش ادي علشان بعمل ميكس هيموجلوبينيميا، او لو في كونتراديكيشن ليه زي جي 6 بي دي ديفشنسي. اذا كنا انا في الادلتس بنقول لازم نعمل، في بالك بطفل لازم يتعملوا الجي 6 بي دي. اوكي طبعا يعني لو مش نافع تدي الدابسون ممكن تدي السلفا بايريدين. اوكي انما الدوكسي سايكلين لا طبعا. اوكي طيب النكست كيس حد تاني بقى عشان ايه كلنا نشترك. دكتوره بسمه؟ اه طبعا ممكن انا وحضرتك يا دكتور لو محدش هيدخل. اوكي يا جماعه لو الميتنج اللينك فصل هي نفس الرابط ان شاء الله. دي 42 years old lady الليجنز اللي عندها of 15 years duration asymptomatic. الليجنز دي around the oral mucosa زي ما احنا شايفين كده عند الفيشر عند الكوميشر، وعندنا عند ال under the breasts في ليجنز تمام، وزي ما انتم شايفين في الانتي كيوبيكال فوسي والاكزيلاري ليجنز، وكمان في الانجوينال اريا تمام. اورال كوميشر اهي، وهنا اراوند ذا اورال ميكوزا اندر ذا بريست انتي كيوبيكال فوسي اكزيلاري انجوينال. وات دو يو ثينك؟ هو دكتور دي اكزيلاري بريكلينج مش كده، ولا قصدي حضرتك على الباتس كلها؟ لايكن بيجمنتوزس. طيب ليه جايه في الفليكشرز؟ ما هو في تايب منها بيجي في الفليكشرز. الاقرب بقى اللي بيبقى شكله ريتيكيوليت كده المنظر ده داولينج ديجوس. داولينج ديجوس. داولينج ديجوس. مين اللي قال داولينج ديجوس؟
برضه دكتورة بسمة ولا حد تاني؟ طيب هي الداولينج دي وش فعلا؟ وهنفرقها من ايه؟ ايه الحاجات برضو اللي ممكن نشتبه بيها معاها الاكانثوزيس نيجريكانس لانها بتيجي في الارياز دي، بس الاكانثوزيس نيجريكانس هيبقى فيها ايه؟ السكين هيبقى ثيكند، اوكي؟ هيبقى فيلفت لايك كده، اوكي؟ وعاده برضو هتبقى ايه يعني الليجن شكلها مختلف يعني، اوكي؟ وفي ممكن نفكر في الجالي جالي والريتيكلت اكرو بيجمنتيشن اوف كيتامورا، بس الاكرو بيجمنتيشن اوف كيتامورا دي بتيجي اكرل في البريفرال ارياز اوف او يعني في الاكستنسورز اوف ذا بالمز اند سولز، تمام؟ وممكن السيمتريكال اكرو بيجمنتيشن اوف دوهي، ودي بتيجي بايلاترال سيمتريكال في برضو اكرال ارياز، اوكي؟ فالحاجه اللي هتشبهها هي الجالي جالي اللي هتيجي برضو في الايه؟ في الفليكشرال ارياز، اوكي؟ ماشي. والفرق ما بينهم من الجالي جالي هيبقى بابيولز اكتر منها بس بيجمنتيشن، يعني دي ماكيولز وريتيكلت بيجمنتيشن، ثانيه ريتيكلت برضو بس معاها بابيولز، اوكي؟ فدي ده الفرق. هي عموما يعني هي كلها مسميات لحاجات كلها بتعمل بيجمنتيشن وبتبقى سنس ايرلي، بس الريتيكلت اكرو بيجمنتيشن اوف كيتامورا والدوه بيبتدوا في ايرلي ايج، بينما الداولينج ديجوز ده بيبتدي في الادلت ايج، في الادوليسنس او في الادلت عاده يبتدي في اواخر ال 20 كده اوائل ال 30. طيب نيكست كيس، بس هما كلهم اوتوسومال دوميننت على فكره. طيب نيكست كيس، خليكي معايا بقى عشان ايه ما يعني المره اللي فاتت كده ما جاتش معاكي، تيجي المره دي. ماشي ودي حلوه. ماشي اتفضل. الليجنز اوف 20 ييرز، معلش مش تيرز، ديوريشن اسيمتوماتيك، وده الباثولوجي بتاعها، ده الكلينيكال وده الباثولوجي دايجنوزز على طول. وهاي دي سيستوما. سرينجوما. انا ما عشان كده جايبه لك الباثولوجي عشان ترانسفيشن ده الباثولوجي بتاع ايه مين فيهم؟ سرينجوما. طيب المانجمنت هتعملي ايه للعيان ده ولا العيانه دي؟ احنا ممكن ندي توبيكال ريتينويد او ان احنا نعمل نحقن بوتوكس او ممكن نعمل لايت الكترو او ممكن ندي اللي هو اورال اسمه ايه اللي هو اورال ده اوكسيبيوترين مش اسمه الماده نفسها عشان يعني اللي هو اللي بيستخدم عشان تقللي السويتنج يعني اللي الفا 2 بس ده اكتر مع مين الكلام اللي انت قلتيه ده؟ مع الكران هيدروسيستوما، مش هيجيب مع الهيدروسيستوما خالص، ولا البوتوكس انجكشن، تمام؟ ولا الكلام ده كله هيجيب معاها. احنا هي الريموفال ممكن. طيب فيلينج او كيميكال فيلينج الكلام ده كله او فراكشنال او فراكشنال فراكشنال بقى تعملي بقى ابليتيف شيلي واحده واحده ابليتيف. طيب حد تاني بقى نيكست كيس. ممكن انا 40 years old male lesions on the hands and feet of 7 months duration و itchy. احنا شايفين لا اتفضلي مين اللي هيقول؟ اقول انا ولا مين؟ لا خلاص انا شايفه هنا اكزيماتايزد ليجن ولايكنيفيكيشن موجود على اللور بارت اوف على الدورزال اوف فيت اند هاندز. ممكن احط فيها اللي هي يا اما كرونيك اكزيما او نحط النكروليتك اكرا الاريسيما. طيب ده مش هنحط هنا سورايسس، تمشي ولا ما تمشيش؟ ايوه ممكن. اللي بتاع مش عارفه سيفير اتش اي. انا ما قلتش ان في سيفير، انا قلت اتش اي، ما قلتش سيفير اتش اي ولا حاجه. الاسيمتريتي الاكسكوريشن اللي موجود ده وبعدين البيك تو ده يا جماعه. ايوه ده ماشي البيك تو بتاع نكروليتك اريثيما. وبعدين اللاين اللي هي الاريثيماتس ماركينج اللي حواليها ده برضو سبيسيفيك قوي، شايفين اهي باينه هنا وباينه هنا، يمكن مش باين قوي هنا لان الصوره مش قريبه، بس بيبقى فيه دايما اكتيف ايدج
اريثيمتس كده. تمام. طيب تمام يبقى احنا تمام ممكن ايه نفكر في اللي انت قلتيه، بس هي نيكروليتيك اكرال اريثيما. طبعا الديفرنشال سورايسز ونيكروليتيك مايجراتوري، وممكن برضو الديفكتيف نيوتريشنال ديس اوردر زي البلاجرا والبايوتين ديفيشنسي، الحاجات دي كلها برضو فيها شبه منها. طب ايه الانفستيجيشنز اللي هتعمليها؟ يعني العيان ده جالك هتمشيه كده؟ هنعمل هيباتيتس سي لان هي من اللي اسوشيتد مع الاتش سي في فيروس والاتش اي في. وزنك او زنك زنك ديفيشنسي. اوكي تريتمنت مانجمنت توبيكال ستيرويد خالص او ندي زنك وتعالجي السبب لو في سبب هتعالجيه وتدي زنك. تمام تريتمنت اورال زنك 22 ملي جرام توايس ديلي وتريتمنت اوف ذا كوز بس. طيب نيكست كيس بقى حد تاني معانا. تمام ايه يا جماعه معاك يا دكتور تاني يعني معاك يا دكتور تاني يعني. طيب الدكتورة إسراء المرة دي ولا مين؟ أنا إسراء ماشي 45 years old lady lesions increasing in hot weather. دي اللي انتوا كنتوا مش ايوه دي اللي انتوا كراين هايدروسيستوما بتلخبطوا فيها الدايجنوزز اكراين هايدروسيستوما تمام. البوتوكس انجكشن تذكر اتروبين والاوكسيبين كل الكلام ده. طيب نيكست كيس بقى خليكي معايا عشان دي كانت حاله سهله. 31 years old female lesion of 3 months duration و asymptomatic بس هي صوره واحده. What do you think؟ انا مش هقولك لازم diagnosis clinical differential diagnosis. ممكن اقول سودو لمفوما. ممكن اقول سودو لمفوما وممكن الليمفوم او ممكن الليمفوما ممكن ساركيدوزي الليمفوما 3 months 3 months يعني خليها اخر حاجه لو هتحطيها وفي برضه ماشي سودو ليمفوما ماشي ساركيدوزز ماشي ها وات ايلس في برومننت اوبننج كده ممكن جرانيوما فاشيال ولو ان التانيه برضه تبقى مور كرونيك بس ماشي ها وات ايلس بس ويتش تايب لو قلنا ال اي تيوميد ال اي تيوميد برافو تيوميد ال اي تيوميد حط ليمفوسايتو ليمفوسيتك انفلتريشن او جيسن اوف سايتوما كيوتس اللي هم سودو ليمفومز ساركويدوزز الوفيشيا ميسينوزا والبي سيل ليمفوما اخر حاجه لو هنحطها. طيب احنا بنقول الوفيشيا ميسينوزا هي جايه في اريا منون هيري بس لو هي الوفيشيا ميسينوزا وجايه على الاي براو مثلا او على اريا هيري مثلا الاريا بتاعت البيرد الميل هيبقى فيها كونسومير هيبقى معاها الكونسومير في الاريا دي برافو عليك. تمام طيب الباثولوجي هتشوفيه كده وتقولي لنا بقى ايه رايك وبعدين انت وصلتي لايه الدايجنوزز بتاعها. هو انا شايفه فاكتور الارتنيشن في البيزا دي يا راجل في باكل اوتريشن مين كان معايا؟ الصوت واضح الأول؟ Recording in progress. Recording in progress. السلام عليكم. وعليكم السلام. الصوت في الشاشة واضح. تمام مين بقى كان معايا آخر حاجة؟ كان معايا مين؟ دكتورة إسراء؟ أنا طيب ها انت بتقولي لي في فاكيولار اوتريشن ايوه انا مش شايفه فاكيولار اوتريشن هو في بيجمنتيشن في البيزا لاير بس ايه اللي انت شايفاه هنا ده ليمفوسيتك انفلتريت بيري فاسكولار ليمفوسيتك انفلتريشن ليمفوسيتك انفلتريت يور دايجنوزس تيومد ال اي يا رب تيومد احنا بنقول لسه ما فيش فاكيولار اوتريشن مش عارفه الصراحه ما فيش فاكيولار اوتريشن مش عارفه طيب ليمفوسايتوماك سودو ليمفو تبقى سودو ليمفوم بالظبط كده. طيب المانجمنت ممكن سيرجيكال ممكن راديو ثيرابي تقريبا والليزر برضه
وان ليجن او انترال انترال طيب برافو عليك ايوه انتراليجنال سترويد الحاجه اللي انتراليجنال سترويد انتراليجنال سترويد انجكشن تمام اوكي ممكن تديها حاجه بوتن ستيرويد ابلكيشن ماشي اوكي ما فيش داعي للعنف ده اوكي نيكست كيس دكتور لو سمحتي ممكن تشرحي باثولوجي تاني اللي فاتت دي عندنا هنا دلوقتي الايبيدورمس مش اتروفيك تمام فده مش ماشي مع ال اي مفيش فاكولار التريشن في البيزل لاير في هايبر بيجمنتيشن مفيش مشكله مش هايبر بيجمنتيشن ده الميلانين اوكي اللي عندنا ليمفوسيتك انفلتريت سوبرفيشال وديب اراوند ذا بلاد فيسلز وبعده اراوند ذا ايه ادينكس فده بيجي مع كل الحاجات اللي هي برضو ايه السودو ليمفوما زيها زي ال اي بيبقى معاها القصه دي اكسبت ان الابيدرمس ما بيبقاش فيه افكشن تمام كده طيب تمام يا دكتور شكرا معايا مين خلاص انتوا شفتوها مين اللي معايا اللي كان بيسال عن الباثولوجي مين دكتوره علا لا مش انا دكتوره اسماء لي كده بتاع الباثولوجي لا مش انا دكتوره اسماء لي كده بتاع الباثولوجي ده 25 years old male with this metastatic lesion of 5 months duration increasing in size بقى لها 5 شهور وبتزيد وتحت الايه الضفر اللي احنا شايفينه الايه الرايت ثامب تمام واسمبتوماتيك هو بس مستغرب شكلها فكرتي في ايه هو في جرينش كولوري 5 months 5 months مش عارفه هي باتش ولا في فيزوكس يعني مش عارفه هي باتش ولا في فيزوكس يعني هي مجرد لون ولا في بريك فعلا تحت يعني ممكن مجرد لون طب هي اللون ممكن اسبرجيلوس مثلا جرينش بلاك لا سودومونس جرينش بلاك بلاك تمام ها فكري في ايه بقى تمام ممكن لازم في المكان ده لازم المكان ده لازم نكسكلود الميلانوما هو لو تروما هي لو تروما هي هيدينا هيستوري هو هيدينا هيستوري السب انجوال هيموريدج او الهيموريدج هيبقى معاه تروما هيبقى فيه هيستوري تمام طيب ده الديرموسكوبيك يبقى فيه هيستوري تقولي لازم نشوف الديرموسكوب وات دو يو ثينك ما شايفة زي الهيموريدج فعلا في ريجن اللي تحت ده في سودو بوز بلوش في مالتي كولرز عندك البراون والبلاك والريد والوايت لا طبعا دي ميلانوما دي ميلانوما اوكي شايفة الفرق ما بين الهيماتوما والميلانوما انا جايبه لكم ده فور كومباريزن الصورة دي شايفه الهيماتوما هتعمل ازاي هتبتدي طبعا في اريا وبعدين هت ايه يعني ات جروز وذ ذا نيل تمام وهيبقى الكلر بتاعها براون ريد كده ممكن يبقى بلاك برضه اهي حته فيها بلاك اهي بس الليتشنج ده يا جماعه الليتشنج ده تمام الهاتشنسون ساين ده بتاع الميلانوما حتى من غير ديرموسكوب يا شباب يعني ده الليتشنج او الايه البروتروجن اوف كلر بعد النيل ده ما يعني يخليك تفكر بنسبه 99.9% اوكي طيب الديفرنشال دايجنوزز متعود عليها بروكسيمال مش تستر كده متعود عليها بروكسيمال مش تستر كده هتعمل ليتشنج هي جايه برضو تحت الضفر على فكره بس يمكن الصوره مش مبينه الحته دي اهي فيها اوكي طيب الديفرنشال دايجنوزز سب انجوال ليجنز ايه بقى جلوماس البايجينيك جرانيلوما سب انجوال فايبروما الميوكوسيل اكسوستوزس كويموس سيل كارسينوما مالجنت ميلانوما طب التريتمنت بتاعها او المانجمنت بتاعها ايه لازم نعملها ستيجنج ونشوف يعني لو هي لوكالايزد ده الريموفال والسيفتي مارك وأز سون أز بوسيبل لأن الإكرا من الحاجات اللي بنقلق منها جدا يعني والميلانوما عموما طيب النكست كيس بقى خليكي معايا ماشي تمام احنا قلنا دي خلاص طيب النكست كيس تمام اولد فيميل تشايلد وذ ذوز ليجنز اون ذا سكالب اوف 3 مانثس دوريشن وذ لوس اوف هير شوفي بقية الصور شوفي بقية الصور في هو سي دكتور تمام تمام طب ايه اللي خلاكي قلتي في بس ايه اللي خلاكي قلتي في هي في سكاتولا اليلو سكاتولا احنا ما بقناش نشوف الفيفوس كتير دلوقتي عشان طبعا الايه الكليننس والكده الدنيا اتغيرت عن زمان بس يعني كنا بنشوفها كتير زمان دلوقتي لا اوكي طيب هات ديفرنشال دايجنوزز لو هتفكري في حاجه تانية ايه؟ يعني
في بس يعني مش هتيجي حاجة تانية، بس ارترياز امنتيش فيها بس مش هتيجي بالمنظر ده، ارترياز امنتيش فيها مش هتعمل سيكاتريشة الالوبيشيا كده مثلا، ماشي سبيل دماتيتس او حاجة يعني سيفير شوية مش عارف عشان تتأكدي. نعم كيو اتش و نعم كيو اتش وودز اه هتبقى في رسم صح تايك فايتن هي عبارة عن ايه شون الياي تقريبا تمام occurs in childhood and early adulthood characterized by scatula زي ما انت قلتي have mousy offensive odor can infect more than one family member always affecting low class patients واللي هو يعني مال نارشد والهايجينز بتاعته باد يعني وانز باي سيكاتريشا الالوبيشا. المانجمنت بقى تعملي ايه في الحاله دي؟ لازم سيستميك انتي فانجل تمام، لازم سيستميك انتي فانجل ايوه جريزيوفولفين 12.5 ملي جرام بير كي جي لو موجود اه 12.5 ملي جرام بير كي جي مده 12 يعني من 6 ل 12 اسبوع. السكند لاين هيبقى تربنافين حسب الويت بقى يعني هي تقريبا ممكن فوق 20 كيلو فممكن تاخد 125 ملي جرام ديري برضو مدة 6 أسابيع أو أكتر. أو لازم بقى توبيكال برضو أنتي فانجل وأنتي فانجل شامبو يعني زابيكس أو حاجة زي كده. حد يقول لها كده يا شباب سيستميك ستيرويد كيرويد تمام عشان تو سيف ذا هير تمام عشان تمنع السيكاتريشا الالوبيشا هتديه في اول 3 اسابيع هتدي نص ملي كي جي عشان تو سيف الهير من فروم جيتنج اي سيكاتريشا الالوبيشا ده يعني هنا الكونديشن دي والكيريون لازم تدي فيهم سيستميك ستيرويد تمام بس الكلام الباقي تمام طبعا. طب حد تاني بقى يا شباب تمام يا ها مين مين اللي عنده اي سي جي ده ولا ايه ده؟ ادخل مع حضرتك كده. طيب دكتور ادخل مع حضرتك كده. عندنا الحاله النكست كيس دي 40 years old lady with this pigmentary disorder of 6 months duration involving the face. ما عرفش الصورة موضحة بس بقيت الصور باينة باين هنا كده اللي على التشيك ده مش الإضاءة كانت قوية شوية وأنا بصور باين في pigmentation على الفورهيد أوكي وعلى التشيكس أهي باينة كده. دكتور محمد سوري معلش المايك كان مقفول حضرتك كده واضحه. طيب تمام سوري معلش المايك كان مقفول حضرتك كده واضحه عاليه شويه. ودي فين وعلى الهاندز هو مور على الرايت بس على البوث هاندز يعني هو احنا عندنا جري جري شويه بيجمنتيشن بيجمنتيشن موجوده في السان اكسبوزد ارياز على مستوى التشيكس وعلى مستوى الفورهيد وعلى مستوى الناكلز اوف ذا دورس هنا وهنا اهي حضرتك اه يعني حتى لو ملاحظين ان هي قليله في المنطقه اللي هي تحت الاي اللي هي يعني بالزبط. حتى لو ملاحظين ان هي قليله في المنطقه اللي هي تحت الاي اللي هي هيدن باي وايد اوربت ممكن نفكر في اول حاجه معانا ممكن نفكر في اول حاجه معانا ممكن بس هي دلوقتي مش اكتف ليه بقى عشان ما عندناش الايه خصوصا ان معاها مش دول الايدج بقى الايدج اللي هي الوايت هيو شويه اللي بيبقى موجود تمام مش موجود حواليه اللي فاضل هنا بيجمنتيشن فانا ممكن افكر في اللايكن اكتينيكس وممكن افكر في الميلاسما بس اللي مش هيمشي مع الميلاسما انها جايه فين على الدورس اوف ذا هاندز تمام حضرتك وانها مور اور ليس ايه شكلها عامل ازاي تمام حضرتك اللون بتاعها الكلر بتاعها يعني يعني اللون بتاعها نوع شويه ايه يعني بلو شويه او جري شويه عن ايه بتاع الميلاسما جريش بلو جري عن بتاع الميلاسما تمام بلو جري يبقى نفكر في الاكتينيك لايكن ميلاسما دراج اندوست فوتوسنسيتيفيتي الاكرا بيجمنتيشن اوف كيتامورا بس ده مش اكرا اللي جاي كمان في الفيس والاشي درماتوزز وده بيحب الترانك اكتر والاوكرونوزز عشان كان في حد لسه سالني على التليجرام على الاوكرونوزز في الاوكرونوزيز يا جماعه طبعا هيبقى فيه هيستوري اولا الاوكرونوزيز نوعين تمام
في منه اللي هو بالظبط كده الاكسوجينس والاكسوجينس اللي هو بسبب ايه accumulation of heavy metals. تمام accumulation of heavy metals الكابتن نوريا الكابتن نوريا الابلكيشن والهيدروكينون لونه بيبقى مختلف هيدروكينون يوز بيبقى جريش جريش بلو تعال تمام وبيحب قوي البون بروميننسز والايرز يعني يحب الكارتج يا جماعه اللي جنبه طفل يا جماعه وبيكلمه تعال لحظه معانا مين اللي جنبه طفل بليز ميوت يور سيلف طيب يبقى احنا بنقول الاوكرونوزز الكالر بتاعه عامل ازاي جريش بلوش بلوش تو جراي اوكي جريش بلوش بقول لكم بيحب البونو بوني بروميننسز وبيحب الكارتليج يعني تلاقيه على الايرز انا كنت جبت لكم حاله قبل كده زمان هبقى احاول المره الجايه اجيبها لكم ان شاء الله تاني اوكي عشان نفرق بس الاكتينيك لايكن من الاوكرونوزز طيب الانفستيجيشنز تو بي دان نو نيد نو نيد فور انفستيجيشنز بس لو نعمل حاجه هيبقى بايوبسي يعني بالظبط طيب قول لي بقى ايه اللي موجود كلينيكال بالظبط كده بالظبط حضرتك كلينيكال دايجنوستس عندنا فيها عندنا في انترفيس درماتيتس مع فيها بيجمنت في بيجمنت انكونتيننس واصله للدرمس للديب درمس كمان للابر لحد الابر ريتيكولار درمس في بان اهو ده الفاكولار اه بالظبط ايوه دكتوره اسراء اهو ده الفاكولار اوتريشن يا دكتوره اسراء دكتوره اسراء تمام شايفه في زي ايه وفي باند في باند في باند لايك انفلتر في هنا وفي باند في باند الميلانوفيجز اه الميلانوفيجز زي هنا وهنا انفلتر الدارك كلر ده برافو عليك طيب هنعمل فيها ايه دي هاو تو مانج اول حاجه العيان ده لازم استريكت سام بروتكشن اول حاجه العيان ده لازم استريكت سام بروتكشن ان هو يعني عن طريق الكيميكال سان سكرين ليه فيزيكال برافو صح ليه بقى فيزيكال لان هو ده بيعمل بيبقى البروتكشن بتاعه لان هو ده بيعمل بيبقى البروتكشن بتاعه اعلى شويه وكمان هو ما بيزودش الاريتيشن الناتج من ان هو يزود اللي بيعمل المصدر ده ايه اللي السبيكترم اللي بيعمل لايكن اكتيف مش الميلاسما على فكره هو بيبقى وايد سبيكترم يا دكتور فا اجينست تي في اي ويو بي بي طيب يبقى احنا اكتر حاجه بي هي اللي مسؤوله عن الميلازما الفيزيكال سان سكرين برافو كان هو دايما الفيزيكال سان سكرين والاكتينيك لايكن احسن اهم حاجه تحط فيزيكال عايز تحط معاه كيميكال ماشي مفيش مشكله بس اهم حاجه الفيزيكال يعني زنك اوكسايد تيتانيوم دايوكسيد يعني لازم تشوف البرودكت اللي قدامك اللي فيه الحاجات دي وتكتبه اوكي طيب اوكي وممكن سيستميك سان سكرين نعم ثانية واحدة هو الفيزيكال المفروض ان هو بيشتغل على اليو في بي بالظبط كده اوكي ماشي بس الفيزيبل لايت هو اكتر حاجة بتعمل البيجمنتيشن بتاع الكلواسما وبتاع الاكتينيك لايك معلش صح كويس يعني زي البورفيريا كده يا دكتور صح زي البورفيريا برافو عليك يعني زي البورفيريا كده يا دكتور صح زي الهيدروكسي كلوروكين او البيتا كاروتين تمام بس طبعا قبل ما ندي الهيدروكسي كلوروكين هنعمل ايه زي اكزامينيشن فور فاندس اكزامينيشن زي اكزامينيشن فاندس اكزامينيشن ولو امكن اي سي جي بالظبط ممكن برضو توبيكال ستيرويد او كالسيوم يورين انهيبيتور واخيرا بقى لو هي اللون اللي مضايقها مينلي هتديها حاجه زي الريتينويد او كليجمان فورمولا ات بيت تايم يعني تمام انا افضل بلاش الكليجمان ونخليها في الريتينويد افضل يعني تمام بس تحطه ايه افري اذر نايت وتحط كميه بسيطه قوي طيب النيكست كيس نيكست كيس دي 48 حضرتك يا دكتور هاني ميل بريزنتد وذ ذوز بيجمنتد ليجنز اون ذا ترانك افكتنج تشيست وول اوف 4 ييرز اوف 4 مانثس ديوريشن بقى لهم 4 شهور وجايه على الترانك زي ما احنا شايفين كده الليجنز دي شوفي بقية الصور بتاعتها ده على الباك فلانكس تاني what do you think يعني فكرت في اتش درماتوزيز
او يعني فكرت في ايشي درماتوزيز او لايكن بلانس بيجمنتوزا برضو مثلا او ام بيجمنتد ام اف مثلا. بس انت مش ملاحظه انها الديستريبيوشن بتاعها لها ديستريبيوشن معايا كده حاجه رابعه ايه ده فوليكولر فوليكولر بالظبط كده واللون بتاعها فوليكولر شويه هي لونها شفاف يعني جري شويه دكتور هي لونها شفاف يعني جري شويه دكتور ولا هي فايليشس تو براون كده ولا مش عارف مش باين اللايكن اللايكن فانس كالر يعني الكالر بتاع البوست لايكن ده تمام هنا باين اكتر بتهيألي وحتى في يعني في جليسنينج كده شويه باين هنا بس في فوليكولر ديستريبيوشن في فوليكولر ديستريبيوشن مش عارفه باينه في الصور ولا لا يعني كل الليجنز موست كلهم مش موست جايين فوليكولر تمام طيب يبقى احنا بنفكر في الفوليكولر لايكن بلانس بس اللي انت قلتيه ده تمام صح ماشي الاكتينيكس او بيجمنتوزس بقى سوري واحنا قلنا ايه تاني انت قلتي الام اف برضو ماشيه وايه تاني انت قلتي الاشي تمام الحاجات دي كلها ماشيه اوكي الاشي ديستريبيوشن فاول حاجه فكري في الفوليكولر لايكن بلانس اوف ذا ترانك مش اوف ذا سكالب بقى تمام تمام طيب ايه الانفستيجيشنز اللي ممكن نعملها تمام ممكن نعمل البيشنت ديت انفستيجيشن احنا نشوف الهيباتايتس ممكن نعمل البيشنت ديت انفستيجيشن احنا نشوف الهيباتايتس سي والهيباتايتس بي فيروس ندور على اي كرونيك انفكشن او نسال البيشنت طبعا لو بتاخد اي دراج او كده نعمل تحاليل اتش بايلوري نعمل قبل التريتمنت مثلا الحاجات اللي مع اللايكن بلانس من ضمن الحاجات اللي مع اللايكن بلانس بس نسالها بس نعمل بقى تحاليل ليفر فانكشن طبعا عشان هنشوف البيشنت عندها مشكله عشان لما نشوف العلاج هندي لها حاجه ينفع نستخدمها مع عيان هيباتيك او لا نعملها طبعا طيب الدرموسكوبي بتاعها اهو نعملها طبعا اهو يا دكتور شايفه في يعني في بيجمنتد شايفه في يعني في بيجمنتد فوليكولر باك جراوند كده اوكي هي هنا طبعا مش هيدينا المنظر اللي احنا بنشوفه في السكالب بس الباثولوجي بتاعها شايفه في ايه ده برضو ده ايه هي دي هير فوليكلز دي هير فوليكلز يعني دي هير فوليكلز يعني زي بيري لينفوسيتيك بيري فوليكولر لينفوسيتيك انفيلتريشن كده في الابيدرمس هنلاقي نفس المنظر اللي احنا شفناه من شويه اللي هو ايه الانترفيس ديرماتايتس وذ فاكولر التريشن والباند لايك انفيلتريت اوف لينفوسايتس نفس المنظر بس هو ده عاده بيبقى اراوند هير فوليكل بيبر جرانيولوزس هنلاقي نفس المنظر ده في الهير فوليكل طيب الدايجنوزس فوليكولار لايكن بلانس فوليكولار لايكن بلانس يا جماعه اللي على الترانك ده سبيسيفيك تايب يعني ده قليل قوي ان احنا نشوفه كود اند وذ سيكاتريشال الوبيشيا برضو يعني لما في الارياز اللي فيها هير ممكن يند وذ سيكاتريشال الوبيشيا والجرام ليتل از ا سبيسيفيك فورم منها شوينج سيكاتريشال الوبيشيا في السكالب ونون سيكاتريشال الوبيشيا اوف ذا اكسيلا اند انجوينال هير او انجوينال اريا فهي المفروض ان هي الفوليكولار لايكن بلانس ده مع مجموعه حاجات مجموعه امراض من ضمنها الفوليكولار لايكن بلانس اللي بيجي في الايه في السكالب بس او الجرام ليتل او اللي بيجي على الترانك بس ما بيافكتش دازنت افكت هير اوف ذا سكالب او الانجوينال اريا او السكالب تمام تحطوه في دماغكم برضه بس طبعا الام اف تتحط وتتحط بقوه كمان يعني ده جريت ايميتيتور طب المانجمنت هي لو الحاله مثلا يعني ماشيه على هي لو الحاله مثلا يعني ماشيه على لابسيه جنرالايزد ممكن نديها علاج توبيكال نعمل لها فوتوثيرابي لو الدنيا مانج تمام لو الحاله اكتف ممكن نديها سيستميك كورتيكوستيرويد لو ما فيش كونترا انديكيشن طب ليه ما فكرتيش بس هو توبيك ممكن يعني المين ان احنا نديها والانتي مالاريال دراج اول اتاكد وريتينويد 7 يترو دبل واي كونتراسبشن
وانها ايه ممكن تاخد الريتينويد. واي نوت، ده بالعكس ده الاسيتريتن از ذا بيست تريتمنت اوف تشويس في حاله زي كده، ان احنا بنتكلم على فوليكولار لايكن بلانس. تمام تمام اوكي، بس الكلام اللي قلتيه كله صح برضو زي الفل. تمام. النكست كيس بقى مين معايا؟ ممكن ادخل يا دكتور لو مش حد هيدخل. اتفضل. ممكن ادخل يا دكتور لو مش حد هيدخل. الصور كلها الاول كده. تمام معلش انا didn't cover the eye لان الاي هنا significant لحاجه معينه. شوف كل الصور الاول وبعدين اتكلم. تاني في حد بيكسر حاجة يا جماعة؟ طيب لا إله إلا الله. ها ها what do you think؟ شفت الصور كلها؟ أنا شايف إن في زي بوليشيس إسكالاريشن كده حوالين الأي بري أوربيتال، ففكرت إن هو ممكن يكون هيليوتروب راش، وفكرت في ال بالظبط وفي كوايا قديمة كمان اهي موجودة. طيب ايه تاني خلاك فكرت في الجوفونايل درماتوميسايتس؟ الجوترن بابيولز اللي موجودة على الناكلز. برافو. الجوترن بابيولز اللي موجودة على الناكلز. ايه هنا جوترن ساين؟ تمام. ايه هنا جوترن ساين؟ هي دي انا مش باين لي بالظبط هي هي انا هقولك هي دي انا مش باين لي بالظبط هي محسوسه هارد كالسينوزس. كالسينوزس بيتس. برافو. تمام كالسينوزس ده سرايتي فورم او ايه؟ اللي هو الجوترون برضو جوترونز اللي جاي على الايه على النيز هنا اللي هو الجوترون برضو طيب نيزة. ايه اهميه الصوره دي؟ اه اللي انا جايبها دي لها اهميه ولا على النيزه مش باينه بس فيها حاجه ف مش باينه فيها حاجه هو مش باينه بس فيها حاجه ف ملهاش لازمه ثاني كمان ثاني كمان مش غلس انا الصوره دي ذو الصوره دي ذو ات از نيجاتيف بس بص كده مش غلس ميكانيكس هاند. ايوه برافو ميكانيكس هاند. ممكن اكثر ان الديجيتس ما فيهاش حاجه ميكانيكس هاند بتاع اللي كومن مع الدرماتومايسايتس اوف جوفينايل الجوفينايل تايب من الدرماتومايسايتس اللي هي ايه بتبقى معاها ايه الانتي سينثيز انتي بوديز صح كده يبقى احنا هنا مش هنطلب الايه مش هنطلب الجو 1 برافو عليك يبقى الدايجنوزز الانفستيجيشن الاول يو ويل اسك فور هو احنا في ممكن بايوبسي بس بيبقى نان سبيسيفيك هو احنا في ممكن بايوبسي بس بيبقى نان سبيسيفيك هنطلب بعد كده السيرولوجي هنطلب السيرولوجي سيرولوجي ايه بقى انا وانت هنطلب السيرولوجي هنلاقي ان هو انا وانت مايكرو وممكن نطلب السكيليتال ماسل انزيمز اللي هي الكرياتين كاينيز او فوسفوكاينيز والالبوليز والسيرم ترانس امينيزس وال والمايوجلوبولين ممكن بعد كده نطلب الاي ام جي سمبلي قبل ما تطلب الاي ام جي وممكن بعد الاي ام جي ممكن نعمل هتقول لها اعملي ايه ولا هتقول لها ايه ولا هنقول لها ان هي تسرح شعرها ايوه هنقول لها ان هي تسرح شعرها وتحاول تقوم من السيتنج بوزيشن او بتطلع السيتنج كويس ولا لا عشان نختبر المسلز يعني البروكسيمال البروكسيمال هي بتبقى الترايسبس والكوادريسبس باي لاترال اند سيلفيك البروكسيمال والبلفيك جيردل اهم حاجه فانت عشان تعمل اكزامينيشن للشولدر شوفها هي بترفع ايدها كويس ممكن ترفع لها ايديها كده وتسيبها مرفوعه تمام وتشوفها هتنزلها بعد قد ايه عايز تختبر البلفيك جيردل قول لها قومي من على الكرسي كده وقومها اقعدها كذا مره شوفها تتعب ولا لا اوكي بتقوم وهي سانده على مسند الكرسي ولا بتقوم من غير تمام مش لازم تسالها اسئله مباشره بتطلعي السلم بتسرحي شعرك يعني ممكن تكون مامتها بتسرح لها ما هي طفله صغيره يعني اوكي انت ممكن تعملها شويه تمارين وهي قاعده قدامك كده تعرف منها اذا كان في ماسل ويكنس ولا لا تمام
البيشنت دي الحقيقه ما كانش عندها اي ماسل ويكنس، يعني كانت حتى بتلعب جودو او حاجه زي كده، وما كانش عندها ماسل ويكنس ات ذا تايم اوف اكزامينشن، بس ده لا ينفي انها ممكن قدام يجي لها. اوكي، فا يعني لو انا ما لقيتش حاجه باينه قدامي وبالتست اللي انا عملتها دي، ما فيش مشكله ان انا اطلب ايه الكترومايوجرام او ان انا اعمل لها ايه ام ار اي، وهيبقى اكتر واقعي يعني، هيديك يعني كلو اكتر من وممكن اطلب بايبسي من المصل. برافو. بس هو على فكره الام ار اي المصل بيبقى مور سبيسيفيك عن البايبسي من المصل، بيقولوا كده يعني. تمام، فلو هو طلع بوزيتيف خلاص بوزيتيف يعني. اوكي، واكيد طبعا احنا هنعرف برضو من الايه الاكزامينشن بتاع الايه الالدوليز والسي بي كي والكلام ده اذا كان في مشكله برضو في المسلز ولا لا. طيب ايه لو يعني لو هي ما عندهاش مسل افكشن، يبقى انا دي الكونديشن دي ايه؟ درماتوماسايتس سينيماسايتس. سينيماسايتس، برافو. طيب درماتوماسايتس سينيماسايتس، يعني انا اقلق من العينه دي على العينه دي في ايه ولا ما بقلقش؟ هو الجوفونايل بيبقى بيتر بروجنوزس. برافو. ايه بقى؟ هو الجوفونايل بيبقى بيتر بروجنوزس لان ما بيبقاش معاه مالجنانسي كاسوسيشن. مصل افكشن لو عندها مايوباثي انه الكوز اوف ديث هنا ممكن يبقى ايه؟ كوز اوف ديث ممكن يكون كاردياك. كارديك، برافو، اهم حاجه. كوز اوف ديث ممكن يكون كاردياك مالجنسي. تمام، في التشايلد هود اهم حاجه ممكن تخاف منها هي الكارديومايوباثي. كيف ده برضو لازم تتابع لو عندها مايوباثي. هي البنت ما كانتش عندها مشكله بس لازم تتابع، لان احيانا بتبتدي بس بالسكين مانيفستيشنز وليتر اون بعد فتره طويله ممكن يبتدي الايه المايوسايتس. طيب نيكست كيس. طب التريتمنت او المانجمنت، نسينا هاو تو مانج البيشنت دي، هنقول انها درماتومايوسايتس سيمايوسايتس، هنديها ايه بقى؟ الكوتينيوس ليجنز بتبقى ريزيستنت للتريتمنت انت، بس احنا هو الكوتينيوس ليجنز بتبقى ريزيستنت للتريتمنت انت، بس احنا بنحاول معاها بالتوبيكال استرويد وبنحاول معاها فوتو بروتكشن. وممكن كمان ندي وبندي معاها توبيكال استرويد وسيستميك استرويد، هيدروكسيكلوروكين وبندي معاها توبيكال استرويد وسيستميك استرويد. لو ما ينفعش ممكن ندي استرويد او عايزها بالسي او 2 او اي حاجه، هتوافق ولا ما توافقش؟ وليه؟ ليزر هير ريموفال برضه مش عارف. حد يقول لنا رايه كده يا جماعه، هو الليزر ده مش ايه؟ عارف. مش بيم اوف لايت؟ فوتو. فوتو بالظبط كده، يبقى انا المفروض ان انا اعرضها الفوتو ولا لا؟ فوتو. يبقى المفروض ان احنا يا جماعه كولكتيف تيشو ديزيزز وسبيشالي ال اي والدرماتوبايسايتس بليز مفيش حد يتدخل في اي حاجه فيها كوزماتيك يعني. تمام، يعني مش هتيجي على الهير ريموفال يعني هو ده اللي هي. تمام يعني. تمام. اوكي، بس يعني ان كيس، لان احنا ايه للاسف بقينا مفيش حد اي حاجه وخلاص. تمام، ماني توك يا دكتور. ايوه ماني توك. طيب النكست كيس، ماني توك يا دكتور. ده 68 years old male وعنده البلاك ليجنز دي اوف 7 years duration and other lesions الثانيه، يعني البلاك ليجنز دي بقى لها 7 years والنيو ليجنز اللي احنا هنشوفها دلوقتي اوف 6 months duration، اما نشوفها من الجنب دي بقى لها 6 months اللي على التمبل دي. اوكي، يبقى في ليجنز في الفرونت دي وفي ليجن هنا على التمبل، في ليجن زي دي كده وفي ليجن زي ده كده وفي ليجن زي ده كده وفي الليجن ده، يعني في عنده مالتيبل ليجنز كده حلوين. فقولوا لي بقى انتوا فكرتوا في ايه؟ بيزل سيل كارسينوما اكتينيك كيراتوزيس. بيزل سيل كارسينوما اكتينيك كيراتوزيس. اكتينيك كيراتوزيس. وش ليجن؟ ما انتوا مش هتعرفوا تشاوروا. دي مثلا في هورن. الهورن، برافو، ماشي. ها طب وده في هورن دي سيب كي. دي سيب كي اهي زي دي، هي مديها شويه سيبر كيراتوزيس شويه اللي هي الفرونت دي على الفور هيد هنا والناحيه الشمال هنا اليمين سوري، بينما سوري دي انا معاك ان دي كوتينيوس هورن والليجن اللي هنا دي نقول عليها ايه؟ بيزل ولا شبه بيزل ولا شبه بيزل؟ هي غالبا بيزل. تمام،
طيب المنظر زي ما احنا شايفين كده، في براون ليجنز اللي هي السيبوريك كيراتوزيس، وفي سولار لانتجنز خفيفه اللي هي زي دي اللون اللي هو البيجمنتيشن اللي هي الماكيوز دي بيجمنتري ماكيوز، وفي فيروكال ليجنز او كوتينيوس هورن زي ده اوكي، وفي السر بتاعه سكويماس سيل او بيزل سيل يعني هي في جزء منها ايفرتد فعلا ايفرتد اتش اوكي. فالباثولوجيكال اكزامينشن بقى هو اللي هيقول لنا، ما نشوف بقى ايه ده الباثولوجي بتاع الليجن اللي هي البراونش الريزد براونش ليجنز اللي هي زي دي، ده ايه سيبوريك كيراتوز. طيب وده الليجن بتاع سيبوريك كيراتوز اللي احنا شايفينه ده، مش ده دي سوري اللي وراها اهي دي ايه كريتو كانسوما. طب بص هنا كده في المنظر ده عامل ازاي، كريتو كانسوما بوينجر بارا كيراتوزز هايبر كيراتوز اكتينيك كيراتوز هو ده هو اكتينيك كيراتوز. واخيرا دي ايه الليجن اللي في الجنب اللي في التالت سكويماس سيل كارسينوم، فده نسميه ايه بقى التيومر اللي جاي كذا تيومر في نفس الاريا بنسميها ايه كوليشن او كوليشن تيومر. كوليشن تيومر اللي هو كذا كوليشن جورنن سيندروم mostly of due to a exposure to light يعني كلهم due to exposure light ما عدا طبعا السبريك ما لهاش بس سولار الكيتينيوس هورن السكوماس. وطبعا الكيتينيوس هورن والسولار كيراتوزس اساسا دي سكوماس كارسينوما ان سايتو تمام. واخيرا ايه البيزي سكوماس اللي كانت موجوده دي طلعت سكوماس بس، فيبقى ايه سكوماس سيل كارسينوما. طيب ده العيان ده طبعا ايه هناخدناه بحاله حاله بمحتاله كده على الاورام يعني. اوكي نيكست كيس عشان بس ايه مش عايزين البتاع الرابط يوصل تاني بسرعه. ثيرد مين معايا؟ دكتوره عايشه مين اللي هيتكلم يا جماعه؟ مين اللي جنبه قطر ده؟ مين لو انت اللي جنبك قطر؟ لا مين اللي ممكن ابقى مع حضرتك يا دكتور؟ طيب 38 years old lady لا انا جنبي اه 7 months duration asymptomatic increasing in number في عندها lesions برضو behind the ear يعني هي نفس الايه. انا بس يا معاويه هذاكر لك شويه معاويه بعدين نلعب يا معاويه. يا معاويه اي طيب اوكي ها what do you think ممكن دكتور انجيو ليمفويد هايبركليزيا وزينوكليديا علشان عندنا ريد براون مالتيبل فابيونز اون ذا اير اند بيهايند ذا اير. الكيمورا هي الساركيدوز طبعا مش قوي يعني تيبيكال سايت يعني تمام. هي بس الكيمورا ما بتبقاش ريد براون وبتبقى مور نودولر عنها بابيلر زي دي اوكي. طيب الانفستيجيشنز طبعا اكيد ايه لو احنا فكرنا في ساركيدوزز بس يعني تمام. الدرموسكوبي قولي لي بقى اللي انت شايفاه. في ريدش لاكيوني في ريدش جلوبلنز سبتا او لاكيوني او سبتا تمام. ده بتاع الايه الحاجات الفاسكولار الباثولوجي تمام. خشي على الباثولوجي بقى دي ايه دي vascular spaces برافو. والاندوثيليال vascular spaces الاندوثيليال لوند باي ليمفوسايت تمام. في اكزينوفيلز وفي ليمفوسايت بس اللايننج بتاع ال البلاد فيسلز اللي هنا ايه بروترودنج اهو تمام. هو المفروض الانتيريال سيل يا جماعه النيوكليس بتاعتها بتبقى فلات هنا بيسموه هوب نيل بتبقى بروترودنج بيبقى بروترودنج كده زي ما احنا شايفين كده اوكي اهو هوب نيل اوكي موست اوف ذيم يعني ده اللي هو بتاع اهو هنا واضح اكتر وشايفين الاسينوفيلز واضحه هي والليمفوسايتس تمام. اوكي انجليمفويد هايبر بليجيا وذ اسينوفيليا طب المانجمنت تمام اكسجن ملهاش حل تاني سيرجيكال ممكن نعمل ايه سيرجيكال بالس دايليزر برافو
تمام. او كرايو او ممكن نعمل بالس الداي ليزر مثلا عشان ما ترجعش او تاني. كرايو او طيب النكست كيس مين معايا بقى؟ بس مش اللي عنده قطر الله يكرمكم، اللي ساكن جنب محطه القطر بلاش. ها نكست كيس، حد قطعت عنده الكهرباء النهارده؟ لا. طيب ماشي. لا لعله خير، لعله خير. طيب دي 26 years old female lesions of 8 months duration خير ان شاء الله. تمام لسه لها صور تانية ممكن انا اقول مع حضرتك؟ اه اتفضل. ممكن انا اقول مع حضرتك يا دكتور؟ ممكن نيكروبايوز لايبوتيكا. نيكروبايوز لايبوتيكا ليه؟ ممكن نيكروبايوز لايبوتيكا هي يد وش براون بلاك وفيها سنترال اتروفي في ترانجكتيزيا. انا شايفه ان هي يد وش براون بلاك وفيها سنترال اتروفي في ترانجكتيزيا كده على البوردر موجوده على التشينوف زاكتيريا ولونج ديوريشن. لو هنفكر نيكروبايوز لايبوتيكا ممكن نيكروبايوتيك زام في جرانيلوما، بس دي اكتر بتيجي على الفيس اراوند ذا اي. الانفستيجيشنز ديرموسكوبي وبايوبسي، ديرموسكوبي وبايوبسي. لو احنا عشان بنقول النيكروبايوز لايبوديكا ديرموسكوبي الايه نعمل بلاد شوجر والايه ونشوف اذا كان فيها مشكله ولا لا. بلاد شوجر ديرموسكوبي. ها انا شايف يلو اورنج كلر وفيه ترانجكتيزيا باينه. برافو. انا شايف يلو اورنج كلر وفيه ترانجكتيزيا باليسيدين جرانيلوما. في باليسيدين جرانيلوما الجرانيلوما وانا عارفه بس مش شايفه حاجه. في كولاجين حصل فيه فايبروزس واراوند حصل اتجمعت الجرانيلوما. تمام اهي هنا اوضح اعتقد هو الفايبرين ديبوزيشن اللي في الكولاجين باين، وفي هنا ايه الهيستوسايتس والليمفوسايتس اللي موجوده اراوند ات. طيب يبقى نيكروبايوز لايبوديكا. الكومبليكيشنز ممكن يحصل. ها ممكن يحصل. الصوت واضح يا شباب؟ صوت واضح؟ طيب تمام. ها الكومبليكيشنز بتاعتها ايه؟ كان في حد معايا؟ ايوه سامعين. انا ممكن يحصل انسليشن. برافو. ممكن يحصل انا الوبيشيا ويحصل هايبوسيزيا ويحصل ويحصل الوبيشيا ويحصل هايبوسيزيا ويحصل هايبو هيدروزيس ويحصل سكوينس كارسينوما. دول سببهم ايه؟ المايكرو انجيو بس اللي ممكن نتيجه الديابيتس او دايابيتس. برافو. المايكرو انجيو بس اللي ممكن نتيجه الديابيتس. اهم حاجه فيهم السكوما سيل كارسينوما لان هي لونج ستاندنج شويه. التريتمنت بتاعها طيب ممكن اعطي حاجات توبيكال زي الاسترويد او انتراريجينال استرويد برضه او توبيكال حاجات. ممكن اعطي حاجات توبيكال زي الاسترويد او انتراريجينال استرويد برضه او توبيكال حاجات مع جرانيولوسايت كولوني ستيميتنج فاكتور. تمام تمام. هو ده او توبيكال بريتينوين برضه يقلل الاتروفي ممكن يحسن شويه. وممكن اعطي كولاجينيز ليه طيب؟ عشان الفايبرين كولاجينيز احقنها طيب لا الهيبارين مكتوبه احقن هيبارين بريليجنال. اوكي مكتوب. طيب النكست كيس مين معايا؟ ها who's going to continue with me؟ مع حضرتك. طيب ما شاء الله عليك يا محمد النهارده واخد الحالات كلها. طيب مع حضرتك. 26 years old female ليجن اوف 5 مانس ديوريشن واسيمتوماتيك، هي عنوز بس زي ما احنا شايفين كده، هي مفيش صوره ثانيه ليها. What do you think؟ ممكن نفكر في هي ليها بوردر شويه ايديفيتد. ممكن نفكر في هي ليها بوردر شويه ايديفيتد بوردر بس في المكان ده وبالوسط ده ممكن نفكر في جانب. بص على السنتر كده. ايوه بص على السنتر كده اترافيك ولا لا ده؟ ممكن بدايات دي ليه؟ طيب نعمل ايه؟ سنتر اتروفيك هنعمل بايوبس طبعا الاول ديرموسكوبي. طيب هنعمل بايوبس طبعا حاجه زي دي. شايف ايه بقى؟ ديرموسكوبي تمام. الديرموسكوبي فيها فوليكولار بلاجنج والحاجات اللي هي الفتره دي. الوايت ارياز دي فيها وايت ارياز. برافو عليك.
دي ترانجكتيزيا اللي كانت في الاطراف اللي انت شفتها من شويه دي. فيها ترانجكتيزيا اللي انت قلت عليها اكتف ايدج، هي مش اكتف ايدج خالص. تاني هوريها لك. انا فاكر ان حضرتك الحته اللي انت شايفها دي هي اللي جت في الصوره دي، مش عارفه. في الديرموسكوبي دي تمام، بينما الباقي لا، في ايه بيريفوليكولار ايه بلاجنج، وفي اتروفي زي ما انت شايف سكارنج. اوكي طيب ده الباثولوجي بتاعها بقى. شايفين الابيدرمس ده ايه؟ اتروفيك، اتروفيك خالص. وبعدين هنا بقى في بيريفوليكولار وبيري ادنكسل وبيري فاسكولار، بيري فاسكولار بيري ادنكسل لينفوسيتيك انفلتريت. فدي تبقى ديسكويد. هتعمل معاها ايه بقى؟ هي لوكالايز ليش، هتعمل معاها ايه؟ لوكاليز ليجن زي كده، وبرضه هنعمل ده فوتو اجريجيتد، يبقى لازم سان بروتكشن كويس. هنستخدم توبيكال سوبر بوتنت سترويد، ودي من الحاجات اللي بتبقى الانديكيشنز بتاعته اللي في الكويس. غيرها غيرها ده تمام، نديها سوبر بوتنت ونضرب لك بعدين. سلام. الجرانيلوما فاشيال، في حاجات اهم منها الجرانيلوما فاشيال. ممكن نقول كابوش يا دكتور دي على الحاله دي تقصدي ولا ممكن نقول كابوش يا دكتور ديفرنشيال؟ لا مش هتمشي. لا ديفرنشيال. طب خلينا الاول نقول ايه الحاجه بنستخدم فيها سوبر بوتنت ستيرويدز اذر ذان ذا ديسكويد اللي هي الشامل. ها هايبوتروفيك ايربراناس ايه؟ اتروفيكس طبعا طبعا. والمورفيا مش سوبر بوتنت بس يعني لا، هي الاتروفيكس مينلي. والحاجه الثالثه ايه؟ هايبرتروفيك لايكن بلانس. هايبرتروفيك لايكن بلانس ده لو ما عملتش كده انت مجرم بقى. ليه؟ مش سكارينج بس، ده سكويموس سيل كارسينوما. لا يبقى سكارينج على طول تعمل سيفنج هير فروم مالجنسي. سكويموس يعني يو هاف تو جيف بوتنت ستيرويد في الحالات الثلاثه دول بالذات، سكويد ال ايه تمام، والهايبرتروفيك لايكن واللايكن سكروزز ايه اتروفيكس. الحاجات الباقيه بقى الجرانولوما فاشيل مش عارفه ايه يعني، مش لا يعني ما بنديش فيها بوتنت. قصدي ممكن ممكن لا ممكن نعمل حاجه ثانيه. ينفع فيها انتراليجنال يمشي معاها بوتنت توبيكال؟ انت مش عايز تدي ايه سيستميك وهي لوكالايزد اريا لوكالايزد كده. اوكي ممكن سوبر بوتنت ستيرويد زي الفل. كنت بتقول ايه بقى معلش يا دكتور محمود؟ اي ليجن ينفع معاه انتراليجنال ستيرويد ممكن يمشي معاه توبيكال بوتنت يعني. انا كنت بقول ان اي ليجن ينفع معاه انتراليجنال ستيرويد ممكن يمشي معاه توبيكال بوتنت يعني. خلاص بتخلص وفاضل لك 1 او 2 ليجنز ومش عايز بقى تتم، انت بتسحب الاستيرويد وفي 1 او 2 نيو ليجنز كامينج اب، فممكن دول تديهم سوبر بوتنت او انترا ليجنال بالظبط كده. طيب النكست كيس. كان في حد بيقول لي كابوشي ساركوما، هرد عليكي بسرعه. مش كابوشي ليه؟ اولا الكابوشي ساركوما بتبقى لونها عامل ازاي؟ بتبقى طيب براون ريد، وبعدين بتبقى ايه؟ بابيول او نوديول، بتبقى براون ريد براونش ريد تمام. وبعدين هتيجي موستلي فين؟ تمام موستلي الكلاسيك فورم بيجي اكتر، بيجي ايه في اللور لين، بتيجي اكتر في اللور لين بالديستال اللي اسوشيتنج مثلا الكلاسيك، هيجي على الميوكس ميمبرين ديستال بومب اوف ذا لور لين وجاي على الايه البادي كله، بس مينلي ايه بيأفكتنج الميوكس ميمبرين وسمول ان سايز. اوكي ده مش المنظر ده خالص يعني. تمام مش طيب ناخد اللي وراها بقى يا جماعه عشان نلحق. مين اللي معايا؟ دكتوره عائشه اللي كانت بتسال على الكابوش ساركوما. دكتوره عائشه خليكي انت معايا بقى تمام. مش عائشه اللي كانت تسال؟ ايه يا شباب اين اختفيتم؟ تعالى يا محمد، تعالى يا محمد. 4 years old child 4 years old child presented with these lesions on the face of 10 days duration. الاول ايه خلينا نشوف الصوره، يمكن صوره الوش مش باين قوي. over both upper and lower limbs على الباتوكس دي، على الابر لمب اهي الكلوزر فيو، على اللور لمبس تمام باينه قوي كده.
نرجع تاني بقى للصور، للصور الباقية على الفيس، شايفين بس مش باينة قوي، على الأبر أند لور ليمس، على الباتوكس اهي. What do you think؟ I think ممكن تكون جاينوتيك روستي. إريسيما وفيه معاها، هو تشايلد ومعاها فيه إريسيما وفيه معاها ديسكاتر كده، بابيولو فيزيكولا ليشنز موجودة أكتر على الإكستريميتيز خصوصا لو ما بالظبط. اه هي هاند اند فوت، ما احنا ما جيناش على البام والسول، بس هاند اند فوت فيزيكس دي هنا بابيولز اللي موجود، اللي موجود بقى البابيولر ليجن. يا جماعه في حد بيتكلم؟ في حد بيتكلم؟ طيب الليجن مش فيزيكس عشان نقول انها هاند فوت اند ماوث، تمام؟ بس هي طبعا هنا دي ممكن تيجي فيزيكلر، الجيناتيك كروستي ممكن تيجي فيزيكلر، بس هي لازم تبقى مونومورفيك، يا بابيولر يا فيزيكلر، يعني ما ينفعش يبقى الاثنين موجودين، تمام؟ يا تلاقيها كلها بابيوز يا تلاقيها كلها فيزيكلز، ممكن تيجي فيزيكل، بس اللي موجود عندي هنا بابيوز، فده يعني اكسكلودد ايه؟ الهاند فود اند ماوث. الحاجه الثانيه الباتوك ده اكسكلودنج ايه؟ انها تكون ايه؟ هاند فود اند ماوث مثلا، يعني مش جايه في الاكسبوز بس، يعني جايه في هيدن اريا، انليس بقى يكون بقى ايه حاجه انت عارف بقى مربوط بقى ولا هيدن اريا. فهيبقى وبعدين هو بيحب الابدومن اكتر والايه والكريسس بتاعه الجسم من مش الاكستنسورز بتاعه الاكستريميتيز. البايبس بتاعها الباثولوجي بتاعها زي ما احنا شايفين كده، في شويه ليمفوسيتيك انفلتريت، تمام، في ايديما وسبونجيوز، ايديما في اللور في الابر ديرمس، وفي سبونجيوز، تمام، يعني مش حاجه سبيسيفيك سبونجيوز. طيب هي Papular acrodermatitis of childhood أو جيناتيك روستي. طيب how to manage؟ بالظبط كده، هو symptomatic treatment بتدور على حضرتك يا سيلف ليميتد، فممكن المانجمنت بتاعها يبقى symptomatic treatment أو cytomegalo virus، أكتر حاجتين أوكي، فدور عليهم exclude them، خلاص الدنيا تمام مفيش أي مشاكل. واخيرا يا جماعه don't forget ان احنا we have to continue في المقاطعه forever، الموضوع مش حاجه مؤقته، ويعني ربنا ينصر اخواتنا، تنسوهمش في الدعاء، والى ان نلقاكم ان شاء الله ربنا، اللهم امين، وشكرا لكم. ولو في اي اسئله يا جماعه ابعتوا لي على التليجرام، ربنا احاول اعمل لكم مره كمان، بس شكرا لحضرتك كده، ان شاء الله يا ريت يا دكتور عشان المحاضرات دي بتفوقنا بصراحه. وعليكم السلام.